مساء الخير يا دكتور. مساء الخير. ممكن حضرتك تعرفنا بنفسك؟ استاذ دكتور كرم عبد العليم محمد، استشاري الانف والاذن والحنجره، مستشار مطريه التعليم. اهلا وسهلا دكتور. اهلا بيك دكتور. ايه راي حضرتك في راينو ايجيبت السنه دي؟ لا الحقيقه يعني راينو ايجيبت من زمان، من ساعه ما بدات مؤتمرات امراض الانف مع الاستاذ الدكتور رضا كامل، واحنا بنحضرها خلال كل سنه بانتظام. الفتره الاخيره دهيا واضح ان في يعني نشاط اوسع واكبر وتنوع في الابحاث المقدمه للمؤتمر، واستفاده اكبر لعموم الاطباء من هذا المؤتمر. الحقيقه الفتره الاخرانيه برضو شهدت حضور اطباء من دول عربيه، وكمان بمشاركه الهيئات العلميه في الانف والاذن والحنجره داخل مصر، من الاكاديميه الطبيه العسكريه ومن هيئه المستشفيات التعليميه ومن مختلف الجامعات. فالحقيقه هو بيبقى يعني مهرجان للانف والاذن والحنجره، وبنطلع فيه على احدث الابحاث اللي موجوده، وده بيفيدنا في شغلنا وبيفيد المرضى في علاج امراضنا. اوكي دكتور، ايه الجديد في الراينولوجي في 2018؟ الحقيقه ان الفتره الاخيره بنلاحظ وجود حالات معقده في العلاج بتاعها، وفائده المؤتمرات هو تبادل الاراء في علاج المشاكل دي، من ضمنها مثلا استعمال المناظير في علاج امراض الجيوب الانفيه الجبهيه. ففي نجاح كبير جدا في ان احنا بنعالج الامراض دي بالمنظار الجراحي، لكن واضح الى ان نتيجه طبيعه هذه الجيوب الجبهيه ان هي لها خاصيه يعني متفرده بها دون الجيوب الانفيه الاخرى في التهويه بتاعتها وفي اخراج الافرازات بتاعتها. فبنلاحظ وجود حالات بتستدعي التدخل الخارجي. التدخل الخارجي ده كان بنحاول نستعمله الفترات القديمه، والمنظار النهارده بنستعمله من غير ما نحدث اي مثلا تشوه في الجبهه او في الانف من بره وكده، لكن بعض الحالات النادره اللي بنحتاج فيها الاثنين مع بعض، استعمال المنظار من داخل الانف واستعمال التدخل الخارجي علشان نجيب نتائج كويسه للمرضى. شكرا جدا لحضرتك يا دكتور.